اهلين يا اسطى. احلى شباب. من وين؟ من شبرا مص. شقاوه شباب شبرا. شين شين شين. يا سلام سلم. شباب. يا شباب. شوف. صباح الخير. والله المكتب هذا يصلح له الشيخ ابو ناصر. هذا هداة لابو ناصر. مكتب اصلح. يا ابو عمر صباح الخير. صباح النور والسرور. يا مرحبا. رسالة للشيخ ابو مرزوق ابو ناصر. اسف ابو ناصر، انت على المكتب هذا. تذكرنا المكتب. إيه المكتب حقه. مكتب ابو ناصر الاجازه تجي جاهزه من عنده. يا ما شاء الله. يحصل شنطه جاهزه. ابو ناصر هذا كل امور إيه. كل امور تمام.
هذا مسجد الناصر محمد أيام المماليك. أبو عمر صباح الخير. احنا من داخل مسجد الناصر محمد ابن قلاوون، هذا عمره 750 سنة في عهد دولة المماليك. هذا مسجد الناصر محمد بن قلاوون عمره 700 سنة، يعني معلوماتنا صحيحة 700 سنة من دولة المماليك. المماليك الأسرة اللي بعد صلاح الدين العظيم. طيب نبغى نشوف المسجد اللي بناه محمد علي. ما هو الآخر بعد حنخليه خليه للآخر. أوكي نبدأ وين؟ بس الناصر بس شوية معلومات. قول خلي بعد معلومات عن المسجد. فشكل المئذنة دي، المئذنة دي مصر. لما تشوف المئذنة بتاعت محمد علي شكلها زي قلم الرصاص. أي دولة إسلامية لها شكل معين. بقول على مدينه القاهره مدينه الالف مئذنه ان شاء الله. فالاسم ده من 200 سنه كان حوالي 1000 مسجد في القاهره، دلوقتي 3000 مسجد في القاهره. كل مصر 65000 مسجد. ده شكل المئذنه المصري. لو رحت مثلا العراق هتلاقي المئذنه الدرج بتاعها من الخارج زي ما في العراق الملويه. لو رحت تونس والجزائر والمغرب تلاقي المئذنه مربعه ملويه، يعني الدرج من الخارج. حلزوني درجة على زول مالوي، يعني انت تقول هذا زي المسمى، يعني تدل على التعليم. يعني كل دولة لها تراث. العاصمة المملوكة من المماليك. تعرف جنوب روسيا بلاد القوقاز، معروف اوزبكستان وكازاخستان، معروف احفاد صلاح الدين الشرع اولاد صغيرين من كان في اسواق للاولاد الصبيان. الاولاد اللي بيتولدوا هناك شكل وش وجسمه، فجابوا الاف مؤلفه من الاطفال الصغيرين من الاسواق. الاسره اللي عندها خمس صغار بتبيع اثنين عشان تاخد تحسين نسل ولا كيف؟ تحسين نسل ولا لا لا الاولاد لما بتولدوا ويكبروا يبقى جسمه كويس، عاوز تدريب بس عسكري بنيه عاوزين يعملوها العمود الفقري للجيش المصري. حلو، يعني ضباط قوقاز صغيرين يتدربوا تدريب عسكري قاسي. ده هم اللي هزموا اقوى جيش في العالم في ذلك الوقت اللي هم المغول. ايه معروف الدولة في فلسطين في معركة حطين اسمها معركة عين جالوت. عين جالوت من 700 سنة. فنرجع تاني انه القلعة اللي بناها صلاح الدين الايوبي. بس دقيقة، الاولاد اللي كانوا يجيبوهم الجيش ايش؟ الجيش اللي كونوه وش هو؟ المصري، الجيش المصري عشان يزودوا عدد الجيش المصري. لان الجيش المصري مش ملاح يدافع عن فلسطين ولا يدافع عن مصر، فجابوا الاف مؤلفة علموا تدريب عسكري. فكرة خاصة. من؟ ها؟ فكرة من؟ فكرة احفاد صلاح الدين. احفاد صلاح الدين من 700 سنة. فلما جم بعد 25 سنة اصبحوا قادة كبار. 700 سنة من ايام المماليك. ده باب مبنى مهم جدا في القلعة، باب سجن القلعة. تسمع عن سجن القلعة؟ أيوة. السجن السياسي فلسطين وفي نور السادات عارضين لأي حاكم بيجيبوها هنا. نور السادات حديث نقول لك على بعض أسماء. نور السادات سجنين. نور السادات سجن هنا 30 شهر، سنتين ونص. ماشي. أحمد فؤاد نجم، محمد فوزي، قرضاوي، كشك، مؤسسين الجامعة قرضاوي اللي في قطر الحين. المؤسسين الاخوان المسلمين زي المساجين هنا اللي هو السجن هذا. ايوه عاصم مبارك، يعني 6 سنين استعملوا استغلال مبارك، يعني 700 سنه سجن. هذا السجن سجن القلعه 700 سنه اللي هو اللي مبنى. نعم. اجيال بعد اجيال واسر على اسر 700 سنه يستخدموا لغايه 1986. ياش. فهنا تعال نشوف بقى السجن من جوه، هنرجع الصور. طيب ندخل السجن. لما ننظر من الزجاج داخل الزجاج كده، حط ديك على حوالين عينيك. ده ريسبشن، الترحيب بالضيف الجديد. اول دقيقه يخش يرحبوا بيه. بص بنفسك يرحبوا بيه ازاي. ترحيب بالضيف الجديد اول دقيقه يخش. هذه اول زنزانه. ها
الترحيب بالضيف. استقبال. كم بحث خشب وبحث يتم. هلا. فما فيش شبابيك، شبابيك ده حديثة. بص حضرتك هنا. هذا داخل الزنزانة. كان لسه زي ما هو. لا ده قبل مبارك بالزنزانة. لا ما تسوي شبابيك. ما قفلوه. كان زمان بدون شبابيك. هذا الزنزانة ايش؟ هذا الزنزانة ايش؟ الزنزانة ايش؟ ما فيش شبابيك، دي الشبابيك دي من 75 100 سنة، لكن عشان يخش لك ضوء بس في الزنزانة الثقب ده بس. بس وشوية ثقوب على القرومة عشان النفس. يعني هنا سجن رهيب. السجن الوحيد في مصر بدون سرير، الناس تقعد على البلاط. نفس الوضع. يعني قاعد على البلاط 30 شهر. هنا. التمثال كده يبين ان هو كده ايه؟ المسجون قاعد على البلاط. صيف وشتاء مفيش غطا. نحا. هذه الزنازين. هذه الزنازين زي بعض. زي بعض. هذه الزنازين. كشكة أكثر من 30 مرة، يا ناصر والسادات ومبارك. هذه الزنزانة دي. الشهر على الكشكة. جيبوا هنا ربع زنزانة. أصغر واحدة. هذه أصغر واحدة. واحدة بس ربع زنزانة. تسجن فيها مين؟ الشيخ عبد الحميد كشك. عبد الحميد كشك، مين هو عبد الحميد كشك؟ شيخ أو إمام مسجد في حدائق القبة. اسمه في السوبر. ها؟ الزنزانة بتاعت السادات تتسجن هنا. اللي كسر السجن. بنفسه لما أصبح رئيس. كسره كده؟ كسر كده عشان يقول لك أنا أنهيت عصر المعتقلات السياسية في مصر. الله. قدام الصحفيين وتلفزيونات العالم. هنا لا ما حدش يخش جوه. لا لا ما هو كله سجن بس فتحين الجزء ده بس عشان ده مش ممنوع برميمه فيه بنتينه كده. يعني السجون كلها من ايام المماليك؟ هذه سجون من ايام المماليك. كشك اللي كان اللي عمل شريط هذا كشك كان يسجن هنا. كشك كان امامي ضد الفساد. ضد الفساد. كان يسجن هنا كل فترة يسجن ويطلع. اللي يسأل عن نعم يتكلم تاني عن الفساد يرجع تاني. يا سلام. أكثر من 30 مرة. طيب هنا في شيء غير؟ لا لا بس هو ده. هذه كلها. بص حضرتك هنا. يعني هنا بص كده صور الكرة الحديد دي. أيوه. في عصر محمد بعلي بس عاملين لكل مسجون كرة. ماشي؟ أيوه. من الحديد وزنها 30 كيلو جرام. حلو. بسلسلة في الرقبة. وسلسلة دي قصيرة بحيث تخليك قاعد على طول، لو حبيت تقوم لازم تشيل 30 كيلو. يعني كسرة في المعاناة. مش بس مفعول عليه ببينهم و... هذا التعذيب يعود. لا هو ده السجن السياسي حتى في الدول العربية كلها بيعملوا السياسي. زي رجال الشرطة في العصر الإسلامي. المملوكي. يعني وده في الروماني. الروماني. وده الفرعوني. هذا زي الشرطة. المبنى ده ما زال موجود. للآن في الإسماعيلية. مبنى مديرية الأمن في الإسماعيلية. هذا تاريخ من تاريخ مصر صح؟ صح يا أستاذ؟ تاريخ مصر اللي هو 25 يناير. 25 يناير هذا تاريخ من تاريخ مصر. من أجزاء من المعركة اللي احنا شفناها ده تفصيل المعركة. ها؟ وحتى الأسماء اللي هم سقطوا 52 ضابط وعسكري وكتبوهم على رخام، ودول اللي كانوا جوه المديرية بالبنادق البسيطة دي. ها؟ لكن بره الانجليز بالدبابات والمصفحات. يعني معركه غير متكافئه. غير متكافئه. تعرف كان معاهم مين ضابط تعرفه انت حضرتك؟ مع المصريين صلاح ذو الفقار. أوه. اللي هو متجوز المطربه شاديه الممثل معروف. كان ملازم اول في داخل المديريه. ولما خلصت المعركه دي قال لك الشرطه شغلها صعب فانا استقل من الشرطه وشال الممثل. صلاح ذو الفقار ممثل معروف. زوج شاديه المطربه شاديه. نعم. هذا تفاصيل المعركة. معركة الإسماعيلية. 25 يناير 52. 25 يناير معركة غير متكافئة. بص الأسلحة اللي كانت بقى معاكم. أسلحة داخل المديرية طبعا مش هيحطوا مدافع داخل المديرية. أسلحة خفيفة مدفع رشاش بنادق آلية. والناس بتدافع عن المديرية في الداخل فوق الأسطح. يعني كانت معركة. تعال نشوف كده. المطافي. العربيات بتجرها الخيل. ايه. كل حاجات الادوات الاطفاء. بدائية. بدائية يعني مش بدائية يعني حوالي 200 سنة. يا محمد علي لغاية هذا. خديوي اسماعيل اول واحد يجيب اثنين عربيتين مطافي بيشتغلوا بالموتور. اول عربيتين بالموتور. شوفهم كده هنا.
اول سيارتين مطافي بالموتور يعني سارة عادية بتشغل بالموتور كالاول تجرها الخيل وحتى الانجليز تكلموا مع المتحف هنا عشان ياخدوا سيارة انجلترا لان مصنوع في انجلترا في انجلترا قالوا هندفع لكم 20 مليون جنيه استرليني يعني ضربها في 20 400 مليون جنيه مصر ولا لا اسمع الكلام يا النقيب سلطان النقيب سلطان يهمك الموضوع على لا تخاف عربات وشغلات اول سيارتين النقيب سلطان محمد في العالم والحاجات اللي مقطعوا فيها 26 يناير بعد ال 50 بعد المعركه الاسماعيليه بيوم واحد يوم واحد في حاجه برضه اسمه حريق القاهره ترقد القاهره في ناس يعني ايه من اللي ولا طيب الانجليز لا لا يعني ما حدش يعرف لغايه الان لان بص المباني كانت فخمه ازاي دورين ثلاثه زي القصور مباني ايطالي طراز ايطالي وفرنسي وانجليزي يعني القاهره كلها احترقت في يوم واحد اسمه حريق القاهره 16 يناير 52 ان شاء الله هذه معدل هذا كل حاجه جايبين البوابه اللي احنا دخلنا منها دلوقتي باب السجن مدفع ده كان في الفتحات دي كل فتحه فيها مدفع بعد ما خلصنا الحروب بالحراب والسهام والحاجات دي واخترعوا البنادق والمدافع شال المدافع كلها يعني بعد ما سووا في العصر الحديث وسابوا المدفع ده لانه له تاريخ 200 سنه او 220 سنه يا محمد علي العسكري المسؤول عنه بينظفه بيعمل له صيانه فما كانش واخد باله ان فيه طلقه او دانه مدفع موجوده في الماسوره من زمان ما خدش باله ونظفه طلعت الطلقه رمضان مع اذان المغرب يا القاهره لما سمعت قال لك ده محمد علي عمل لنا فكره عظيمه جدا ما نبعت وفد لمحمد علي يعملها لنا كل يوم يعني مدفع رمضان جنب بالصدفه فاصبحت عاده فخط عن لنا الدول العربيه كلها بدو المدفع مش المقصود منه مدفع رمضان 220 سنه يعني جت بالصدفه صدفه اول طلقه الناس قالت لك احنا كنا المساجد بعيد عننا ما نقدرش نسمع الاذان نقعد نص ساعه عشان نفطر فمحمد علي عمل فنبعت وفد لمحمد علي يعمل لنا الحكايه دي كل يوم فاصبحت عاده لغايه 30 سنه فاتت بطل الجامع ده اسمه جامع الرفاعي اللي مدفون فيه اولاد واحفاد محمد علي والملك فاروق شاي ايران شاي ايران هرب لمصر بعد ثوره الخميني مع اسرته وبعد شهرين في مصر مات ودفن مع اسره محمد علي ليه السبب اللي دفنه مع اسره محمد علي زوجه شاي ايران الاولى كانت اخت الملك فاروق اسمها الاميره فوزيه الزوجه الاولى الزوجه الثانيه اسمها سوريا الزوجه الثانيه لسه عايشه دلوقتي اسمها فرح ديبه لا الحين عايشه فرح اسمها فرح ديبه تطرح التلفزيون فبين فرنسا وبين انجلترا وامريكا والسبب الثاني كان صديق الشخص للسادات لان ساعدنا في حرب اكتوبر زي العرب فاصبح صديق الشخص للسادات فهنا شاه ايران معنى شاه ايران باللغه الفارسيه ملك ايران وكان له لقب شاهن شاه ملك الملوك محمد علي بنى المباني اللي تحت دي كلها المفروض نهتم بيها وننظفها دي كانت المصانع الحربيه اول دوله عربيه تصنع مدافع وبنادق وذخيره للمصانع الحربيه تعرفوا البحريه المصريه بيقولوا عليها الاسطول في زي اتبنت يا محمد علي من 220 سنه اول دوله عربيه تصنع مدافع وبنادق وذخيره تعرف البحريه المصريه او الاسطول المصري كان نمره كام على العالم نمره واحد اقوى بحريه موجوده في العالم والجيش المصري ثالث اقوى قوه عسكريه في المعركه نمره 3 ده فطبعا هنا كان المصانع الحربيه القبه اللي هناك دي برضو واحد مشهور في مصر من 100 سنه اسمه الزعيم مصطفى كامل كان بيعمل ثورات ضد الانجليز والمحاضرات في اوروبا المسجد المربع اللي في النص هناك ده المسجد المنطقه المفتوحه ورا العماره هناك فصل البلد هناك جامع ابن طولون اتبنى اللي بناه العباسيين يعني عمر المبنى 1100 سنه وده اكبر مسجد في المساحه في مصر كافل 30000 مصلي القبتين اللي هناك المئذنه جنبيهم في الركن المئذنه الوحيده في مصر زي مئذن العراق الدرج بتاعها من بره الوحيده الميدان بس طب هذه كلها تصلي صلاه الجمعه الثلاث كله بيصلي خطيب واحد ولا لا كل واحد بخطيب كل جامعه يعني 3000 كل واحد بخطيب الله الواحد كم يشيل المصلي لا في جامعه تشيل اللي قلت لك اللي هناك ده 30000 مصلي الكبير اللي هناك ده ممكن 3000 اللي هنا 4000 ده ممكن 500 واحد عشان صغير يعني مش كلهم زي بعض الساحات هذه تمتلي من يوم الجمعه الساحه كلها ما بدهوش مكان جوه بيفرشوا في الشارع ميدان الساحه دي الميدان ميدان صلاح الدين هذا صلاح الدين لان قدام المدخل الرئيسي شايفين برجين اهو مدخل الرئيس البوابه فسموا الميدان صلاح الدين عشان جنب قلعه صلاح الدين اسمها صلاح الدين
القاهرة أكبر مدينة في أفريقيا وثالث أكبر مدينة في العالم. الجزء الأخضر هناك يسموه الحدائق الأزهر، اللي عملها حفيد أغا خان اسمه كريم أغا خان في صحراء وبعدين نروح نشوفها. الرفعة القديمة لما تضغط خلقة بترجع ممكن تمسك فيه الحلقات هذه تمسك فيه ثبته بجنزير نفس الحلقة نفس الحديد متغير ما من 400 سنة عندنا مدافع 400 سنة. الجزء الأخضر اللي هناك اللي عمله كريم أغا خان فسموها حدائق يعني متنفس أخضر في القاهرة حدائق الأزهر هذا يعني هذه اسمها حدائق الأزهر اللي عملها حفيد أغا خان المدفون في أسوان. هو أصلا من باكستان وأسرة غنية جدا عندهم مشروعات وبيزنس وكده فمن أرباح هذه المصانع والبيزنس بتاعهم يبنوا في الدول الإسلامية مساجد ومستشفيات وحدائق على حسابهم مجاني. عملوا حديقة دي مجاني. الله. في هنا الفندق اللي هناك الكبير ده مبنى الضخم الكبير ايوه ايام جمال عبد الله بنبتدي من الاول الملك فؤاد ابو الملك فاروق في العشرينات يعني من حوالي 100 سنه كان حوالي 7 دولار الجنيه الواحد 7 دولار ايام ناصر كان 4 دولار ايام السادات كان وصل الدولار 75 قرش يعني 3 ارباع جنيه يعني اقوى شيء في عهد لغايه السادات. بعد كده بقى في انفلات الاسعار عشان الاقتصاد الهجري اللي بيصير حاجه زي كده لان وصلت 18 18 جنيه الله دولار واحد 18 جنيه الله كان 7 اسعار غلت كام مره من يوم السادات 18 مره يعني مثلا حاجه بجنيه بقت ب 18 جنيه لا افضل متحف الشرطه في صوره بالكاميرا ابيض واسود لصوره ريا وسكينه المشهورين ودول اول اثنين سيدات في مصر يعدموا شنقه ما كانش في قانون في مصر يعدم الستات رجاله بس فغيروا لهم القانون مخصوص اول اثنين عدم سنه 1921 وازواجهم حسب الله عبد العال شنقه واثنين مساعدين ليه؟ كانوا اي واحده ماشيه في الشارع معاها ذهب كتير يعملوا لها خدعه يقولوا لها انت هتشتري بضاعه من بره طب تعالي في البيت عندنا في ارخص من المحل ولما تيجي عندهم يدوا لها مشروب ومخدر ويغمى عليها فيكتموا نفسها وتتدفن في نفس البيت حاجه اسمها البدروم جالها مسلسل اتوقع يعني وللاسف للاسف الشديد ان بيتهم ملاصق لقسم الشرطه وعمر جرائم 15 سنه والقسم لا يعلم اي شيء 15 سنه جنب الاسم فاتقبض عليهم سنه 21 واتشنقوا لانهم لقوا رفات 21 سيده تحت المنزل الله غير القانون المخصوص. في بقى معركه الاسم اول مره اسمع عن جمال عبد الناصر خلينا نشوف سياده الرئيس من اللي قام بالثوره جمال عبد الناصر ولا واحد ثاني؟ جمال عبد الناصر لا مين؟ اللي هو محمد نجيب. طيب ليش ما ليش طلع جمال عبد الناصر؟ انا هقول لك انا ليه بس ما تسجلش الحته دي بس جمال عبد الناصر تاريخ تاريخ كويس يس من اللي قام بالثورة؟ اللواء محمد نجيب ده كان مقدم لسه كلهم مقدمين فده وزعوا في الضغط الحرارة اللواء نجيب واحد يمسك الدفاع زي عبد الحكيم عامر واحد يمسك الداخلية زي جمال عبد الناصر فالمشكلة ان جمال عبد الناصر عاوز يحكم فمسك محمد نجيب حطوه في بيته حبسوه في بيته عملوه اعتقال في بيته فهو اللي استولى على الضغط. وين صورته؟ سلطة وزير الداخلية أمر أن يحط وزير. ما مجيش معاه. طيب وين محمد نجيب؟ ما مدخل. صورته. ها؟ مش موجود هنا لا. دي صور وزراء الداخلية من يوم محمد علي لغاية الآن. أيوه هي بعد المسخرة. طيب نقطع تسخرة. معلش صور وزراء الداخلية دول. كان بيلبس كده فقط. هذا الزي؟ ضابط الشرطة عسكر الشرطة. زي عثمان دلوقتي اتغير النظام الحديث. عارف وزير الداخلية ايمن مبارك؟ مين؟ جاب المظاهرات ضد مبارك اسمه حبيبي العدلي. اي معروف وزير الداخلية والوزراء اي واحد اي واحد بيطلعوه يجيبوا صورته هنا. هذا وزير الداخلية النسر ونجمة. هذا ايش؟
هذا صوت جبل عبد الناصر. هذا جبل عبد الناصر مقدم ولا مقدم بس، لكن اللي قام بالثورة اللي هو محمد نجيب. ففي واحد حب يغتاله، يغتال جمال عبد الناصر بهذا المسدس. بالمسدس ده ما جاتش فيه، مسكوا الجاني وحكموه. مرة تانية سنة 56 لما شفت الفيلم ناصر وهو بقى من قناة السويس، واحد بره أطلق عليه رصاص، الضباط اتحلطوا عليه. أنا ما جاتش، يعني المحاولتين فشلوا. واحد انت عارف في العراق لما امريكا احتلت العراق، مش عينه واحد امريكي رئيس اسمه لورد مش عارف ايه، كان برضه يعمل احتلال هنا بعينه، وده واحد جنب الملك اسمه لورد كان اسمه اوي. المصريين ما كانش بيحبوا الراجل ده فقتلوه في السياره بتاعته بالمسدس. لورد من اللوردات الانجليزي، قائد الاحتلال الانجليزي احمد ماهر ايام الملك فاروق كان رئيس وزراء، وقتل بهذا المسدس. قتل بالمسدس هذا الربع ده، هذا احمد ماهر كبير جد رئيس وزراء ايام الملك فاروق، وده برضه النقراشي باشر رئيس وزراء. هذه شنو الطلقه؟ لا بدروم اللي كان في الدور بتاع هذا ري، هذه صوره ريا وسكينه، هذه حقيقيه حقيقيه ابيض واسود. وهذا البدروم اللي كانوا يقتلوا فيه، يعني يدفنوا فيه، يدفنوا فيه الضحايا. ضابط الارض عليهم، هذا الزبط اللي يقبض عليهم؟ يعني هو ما عملش حاجة، هو جنبه بلد جنبه ساكنين جنبه 25 سنة جرائم القمع. مشكلة 25 سنة؟ صح بعد 25 سنة، بعد 25 سنة قبضت عليهم. وين راقد يا رب؟ بص هنا كده تسمع عن فيلم اسمه رب الهود، الفيلم يعني ده رب الهود المصريين، اسمه أدهم الشراوي. هو من أسر ثرية جدا، عنده 75 هكتار أو 150 فدان. فكان بياخد إيتاوات من الناس الأغنياء، ده ناس من الفقراء، يعني ياخذ فلوس الأغنياء، ده ناس فقراء يعني. فكان مثلا مره من المرات واحد غني يقول له مش هديك المره دي، ما كده بعد كده يطلق عليه الرصاص، مفيش تفاهم معاه. يا سلام. فاصبح مجرم في نظر القانون، طارد لغايه ما قتل وعنده 25 سنه. دي العباية بتاعته والعصايه بتاعته. أدهم الشراوي برضه ليه فيلم وليه مسلسل، وراجل مشهور. اول طابعه في العالم، العالم تطبع الكتاب صفحة صفحة، فتقعد أسبوع عشان تطبع كتاب، مش هتكسب فلوس، انت عاوز تكسب فلوس بسرعة لأن دفعت فيها مبلغ جالي. فتطبع بقى ايه؟ تزور بقى العملة بتاعتك. تعد ايش؟ تزور بقى العملة بتاعتك. يعني دي مطبوعة عشان تطلع فلوس صح، عشان تكسب بسرعة. الكتاب ما يستردنا، لكن تزير العملة. هذه الآلة بتبع تطبع أبد وسوية. ايه اللي جاب الألوان هنا؟ جيت فنان يرسمها باليد، الألوان مرسومة باليد. طيب كان طيب. قيمة الجنيه قيمة كبيرة جدا. طيب هذا هذا الجنيه المصري نفسه. والجنيه المصري برضه في عصور مختلفة، وعشرة جنيه دي مزورة كل الآلة دي، ودي لك شهادة بس انت درست الطب او الهندسة وانت مدرستش اي حاجة. سلام. هنا لك الباسبور، يعني هذا جسم الريال السعودي كمان بعد، طبعا الريال السعودي قديم والميلاد، يعني هنا جسم التزوير. ده الضابط اللي قلتلك عليه، هذا ابن الفقار، كان ضابط وملازم اول، بعدين ساب الشرطه واشتغل ممثل. زوج شادية الملازم اول نجمتين، استقال على الشرطه المتابعه خلاص. احسنت. نرجع ورا كذا كذا الف سنه. سلاح الشرطه في العصر اليوناني الروماني والعصر الفرعوني كان برضه مشابه ليه. هذا فرعون؟ لا فرعون ويوناني والروماني كان مشابه لبعض، يعني اسلحه قديمه. ماشي خلاص. السهم مش كده، ده راس السهم. لان لو صنع السهم كامل معدن هيكلف كتير. راس السهم معدن والباقي خشب. الباقي خشب. زي الحربة مثلا دي، ده راس الحربة، يبقى الباقي خشب. كان في برضه مظاهرات ايام الفراعنة، الناس مش راضية عن حالها ايام الفراعنة. يعني كل الدنيا مظاهرات من الاف السنين. ده درع الامن المركزي. يعني مظاهرة مش وليدة اللحظة. ده لبس الشرطة في العصر صلاح الدين. نفس اللبس هذا ولا مسوين جديد؟ نفس ده دي 850 سنة. عمره نفس الأدوات عمره. ولا إيه بقى اللي هنا ده؟ صور ده كده تبقى قدامي على الوش. لو واحد جات له ضربة تيجي عليها ما تجيش على الوش. فدي يمسح، فدي برضو طبعا مش أي حد يلبسها. ودي بص هنا. ده أخطر خنجر موجود في العالم، صنع في مصر. مسموم ولا إيش؟ لا، معرج. ليه؟ لو طعنت أي مجرم خطير بيه هيموت، ما فيش فرصة لإسعافه طبعاً. ليه؟ لأن التعريجة دي بتسمح بفقاعة هواء دخول الجسم، لو فقاعة هواء دخلت الجسم انتهى الإنسان. زي مثلاً أنت في المستشفى لو واحد ما عندوش خبرة
وما طلعش الهواء مع الدواء قبل ما تاخدها وسبب بس ملي متر مكعب هواء الموت ما فيش فرصه للصحه تاني. فكرته انه دخل الهواء الجسم يا سلام يعني مفيش فرصه للصحه تاني. طيب جات صدفه هي ولا مدروسه؟ لا محترمه ويعرفوا احترام مصر. فده السلاح ايام المماليك 700 سنه. فكان في تماسيح صغيره وكبيره في النيل لغايه اسكندريه قبل ما يعملوا يعني فكانوا بيصطادوا التماسيح وحنطوها وعلقها في الحزام بتاع البدله بتاعته وتفاخر ان هو شايل تمساح. دي مش مصنعه دي طبيعيه. درع السلحفاة لو السلحفاة كبير اعمل درع للشرطه يعني. طيب السلحفاة صغيره اعملوا بوزه يعني هذه محنطه كده. لا لا يعني الدرع اللي بعد السلحفاة ما تموت بياخدوا الدرع بتاعها. الثاني ده برضه للشرطه هنا سلاح خطير. كل واحد في اليمن يحمل هذا او عمان. كان زمان بيربطوا المجرمين مش من ايديهم من رقبتهم بحبل واحد ايام العثمانيين. لا الحاج اسمه ايه سلطان 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 باشا دي مسدسات وبنادق صح؟ صح مفيش شك في كده صح؟ امال ايه دي؟ غداره فيها سيف. انت بتقول على غداره فيها سيف ماشي؟ لكن احنا عندنا بنصنعها بندقيه خداع. انا مثلا شرطه باجي ورا واحد بندقيه عاديه هيشوف ان دي بندقيه عاديه ومحطوط عليها رصاص هيهرب. انا اعمل نفسي رجل عجوز واتعكز عليها لغايه ما اوصل له. ما تطعنوش بيها ده بتضرب رصاص. هي بس وجهها عليك اني رافع يعني انا بقربت لي يعني تلاقي واحد عجوز جاي عليك مش هتجري. فقرب له صح خليه يجري. نموذج منها شكل في حجم القلم الرصاص. خطير جدا خطيره جدا. الخرطوش خرطوش يعني ايه؟ ده الفارع معالي في مصر الزهر بيتملي بلية حديد كرات حديد صغيره دي مع مواد متفجره في المظاهرات لو بتضرب الطلقه كل بلية تروح في ناحيه يعني لو تسيب 20 30 خرطه في نفس الوقت الشوز لانه فدي اسمها الخرطوش استخدمها في المظاهرات في المباراه يعني ما تقلب في عينه تقول في وشه هيجري عندنا احنا يستخدمونه؟ ما بنستخدمه عندنا الخرطوش اصلا مبارك المظاهرات واحد جاته في عينه وجاته في نفس الفكره 911 الله ها الله ودت ارام الشمال اليمين ايوه استاذ الجامع ده اسمه جامع محمد علي. في فرق في مصر بين الجامع والمسجد. مسجد جزء واحد للصلاه الجامع يجمع وظيفه ثانيه غير الصلاه مدرسه ومسجد في نفس الوقت زي جامع الازهر ما اقولش مسجد الازهر جامع لانه جامعه ومسجد في نفس الوقت وجامع صلاه الجمعه والدول العربيه يسموا الجامع الجامع الرئيسي في المدينه اللي بيصلوا فيه الجمعه والاعياد لكن عندنا الجامع مدرسه ومسجد في نفس الوقت فاحنا بنينا مدارس حديثه مش داعي تيجي تدرس في الجامع. مين صاحب الفكره الاول وعامل المساجد كده واحنا ابتدينا بيه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. مسجد المدينه ربنا اوحى له انه يبنيه جزئين اثنين فناء مكشوف لما حد يسأل ليه مين اللي عمل كده الرسول عليه الصلاة والسلام وجزء للصلاة ليه ربنا وحاله طبعا عارفين ان معظم سكان المدينة في ذلك الوقت يهود فكان الصحن هنا في مسجد المدينة لتدريب الجنود هو المسجد الوحيد اللي بيستخدم لتدريب الجنود مسجد المدينة مسجد النبوي فهو صاحب الفكرة واحنا ابتدينا بيه بقى معظم المساجد كده ده المعلومة الأولانية. المعلومة الثانية لفظ حنفية. حنفية الاسم ده طلع من مصر من 200 سنة. محمد علي استورد الحنفيات لأول مرة من أوروبا وانتشرت في القاهرة. فالمذاهب السنية الأربعة شافعي ومالك وحنبلي أفتوا إن حد ما حدش يتوضأ من حنفية. دي بدعة وحاجة جديدة لما نعرفها الأول. يعني في بالمصري كده فيها عارفين. أيوة. من الحنفية أتباع المذهب الحنفي عشان كده سموها حنفية. معلومة جديدة قال لك ما فيهاش عفريت ولا حاجة فضوا منها ما فيش خوف ما فيش بدعة ولا حاجة دي الساعة اللي ادها ملك فرنسا لويس فيليب اداها لمحمد علي اللي هو يعني احنا يعني اللي هو البرج اربع ساعات من اربع جهات تشوفها من اي جهة 1845 جت لمصر هدية لمحمد علي محمد علي طلع كريم مع ملك فرنسا اسمه لويس فيليب اداله مسلة تعرف المسلة اللي قدام المعابد عمود من الجرانيت في ميدان الكونكورد بباريس زي المسلة الموجودة في واشنطن قدام البيت الأبيض والمسلة في إنجلترا وفي شو تمثال يعني مسلة يعني عمود من الجرانيت مدبب بشكل هرمي من فوق عارفة تبقى قدام المعابد بتقدر بتمن ما فيش وجه المقارنة بين المسلة وبين الساعة يعني أغلى المسلة عمرها 3500 سنة حاجة تاريخية بتقدر بتمن
فهنا المنتصف الميضاء للوضوء. هذا الوضوء. كان أول شيء 18 سنة ولا؟ يبنوا في هذا المسجد. يبنوا في المسجد. تشييد المسجد في 18 عام. لأن كل فسكة صور الزخرفة دي. دي منحوتها بالإزميل والشاكوش. نحت. واليد. مفيش آلات. العمود ده منحوت من الجبل قطعة واحدة مصمت. العمدة كلها منحوتة يعني 18 سنة. فكر موجود في محافظة اسمها بني سويف تبعد عن القاهرة 200 كيلومتر بتاعت الأعمدة بالمراكب. ده بيسموه المادة دي بيسموها المرمر بالعربي. مرمر يعني الألباستر. حجر شفاف. عاملين جنب كل عمود أشعة الليزر. بالليل. لما بيعملوا إضاءة بالليل بيبقى شفاف زي الزجاج. الله. حجر شفاف. هذه بقايا الحنفيات ها؟ الحنفية قصدي. وهذا فتحة خزان للمية مش بير خزان ايه بتبص كده للفناء ده كده بتسع الفناء ده كده تحت خزان 18 متر يعني الفناء ده محمول على أعمدة كان زي بركة مية الأول 500 سنة قبل محمد علي محمد علي بنى الصحن بتاعه سجل أصبح صحن المسجد كان هنا حلقة حديد وحبل وجردة اللي يرفع المية بتحط المية بتيجي من النيل كان كل المصريين لغايه محمد علي بيشربوا من النيل مباشره كيف تيجي توصل الخزان من النيل اسمه حاجه اسمها سور منزل من حجر يرفع الماي بالسواقي خلال السور ده في قناه توصل الخزان هنا 2 كيلو 2 كيلو صوت العمق تمام ما سنقول خلاص العمق 18 متر اسمع صدى الصوت كده الله بترد صدى الصوت ليه لو حصل القلعة اي عدو لقوا مية هنا لمدة 3 شهور ثلاث شهور ما يتوقف المية ما يتوقف لان المية مهمة جدا وقت الحصار الله ده ما عدناش بنستخدم مية النيل لان اي حاجة نرميها في النيل ايه تلوث مجرد شباك سمك الجدار او الحائط بتاع المسجد 2.5 متر عشان تبني مبنى ضخم زي كده لازم يكون الجدار سميك فدرجة الحرارة داخل المسجد ما تزيدش عن 28 درجة لأن الألباستر بلطف الجو صيف ممكن توصل 40 درجة هنا ما تزيدش عن 28 درجة مش محتاج تكييف ده قبر محمد علي باشا داخل المسجد الكلام للجميع يا بنت فلان هذا مسجد هذا قبر قبر ايش؟ مات سنة كام؟ 1849 من حوالي 170 سنة دفن هنا طبعا تبقى للديانة الإسلامية مكروه أو محرم أن تبني قبر داخل المسجد المسجد ده بيت ربنا للصلاة صح فعملوا حاجة في الدول الإسلامية مقصورة عشان يفصلوا القبر عن المسجد فده من خشب من معدن النحاس الأصفر وزن الباب بس 3-4 طن 700-800 كيلوغرام الوزن هنا المقصورة نحاس صافي 10.5 طن نحاس بص ده تكمل نقرأ الجملة دي نقرأ صح كده إلى ملك مش ملك ولي ملك وإلى ملك مصر حضرة محمد علي ولي ملك مصر ولي ملك مصر محمد علي ما ياخدش اللقبين مش ولي ملك ولي معناها يتولى إدارة شؤون البلاد يعني يحكم بلاد تحت دولة محتلة تانية اللي اسمهم العثمانيين يعني تولى نائبا عن الخلافة العثمانية لكن ملك معناها مستقل في اثنين من الأسرة ادى نفسهم بنفسهم كده ألقاب ملوك الملك فؤاد والملك فاروق ليه؟ لأن الخلافة العثمانية سقطت ما عادش فيه خلافة عثمانية ادى نفسهم ألقاب ملوك لو الخلافة العثمانية ما سقطتش كانوا مأمور الوالي فاروق الوالي فاروق الوالي فاروق ده الملك فاروق الوالي والملك الملك معناها مستقل أكبر من برج عمل ايام محمد علي حوالي 180 سنة هذا عمل بالخطأ عمل بالخطأ صح؟ عمل في مكان خطأ مكان خطأ عشان سليم للمنبر اي نعم فعشان كده عملوا واحد تاني ايه جنب المحل هنا دي واخدين التقليد ده تقليد اسمها دكة المبلغ من الحرم المكي مش واخدين نفس الدكة يعني نعم. تقليدا كان في زمان قبل اختراع الميكروفون في الحرم المكي مش معقول خطيب المسجد الجامع
الحرم هيسمع مئات الالاف من الحجاج لوحده. أيه. ففي دكك منتشره. نعم. واحد واقف على كل واحده يردد اللي يقول الامام. نعم. يعني يقول سمع الله ربنا ولك الحمد. نعم. فدلوقتي احتفظوا في المملكه بالتقليد القديم العاده القديمه مبلغ فالامام واقف قدام الحرم الكعبه وبعدها ثلاث صفوف واحد يردد اللي يقول الامام. بس احتفظوا بالعاده القديمه. هذه مكانها تكون خلف عشان تسمع الناس اللي في النص المسجد من ورا. أيه. ليه؟ عشان الخط الامام مش هيسمع الناس صوته برا الصحن برا. آه. فواحد واقف عليه يردد ويقول الامام ربنا ولك دكة المبلغ. يعني المفروض ان المنبر يكون محل ملاصق للمحراب عشان الخطيب اول ما ينزل ما يتعدى الرقاب. وراحوا عملوا ده. هذا اخذوا كم؟ 18 12 متر. كم فترة بناء؟ كم فترة بناء؟ 12 متر ارتفاع. كم بناء في قد كم؟ في سنين طويلة. عدد سنوات. يا محمد أول شيء نبغاك تشرح لنا اللي قبل شوي بالألماني تفضل. This is the einzige Moschee in ganzen Welt. Zwei Kanzel. Das ist der Kanzel, der größte überhaupt in ganzen Welt. Sieben Holz. Aber die Leute dieser Kanzel hier gestellt, an falsche Stelle. Die mussten die Fehler korrigieren und andere Kanzel gebaut hier. In der Zeit von der König Farouk, der letzte Herrscher dieser Familie. Das ist hier dieser kleine Kanzel. Let's go.